الشهود ديالك مشاو لبني ملال شهدوا لك؟ لا هذيك محكمة متنقلة ديال القرب كيجيو من بني ملال لخنيفرة شهدوا لي في خنيفرة وهو الشهود ديالو ما دازوش عند القاضي ديال بني ملال استدعاهم عاود استدعاهم ما عمرهم جاو يعني دلاو بالشهادة ديالهم غير في الابتدائي ومع ذلك حكموا ليه؟ مع ذلك حكموا ليه تحكمت بثلاث شهور ديال الحبس موقوفة التنفيذ و 10,000 درهم غرامة في التعويضات ديالو وعليك بالله أستاذ واش اللي قام بهاد الجريمة قيت تحكم بموقف التنفيذ واش اللي هو تكوين عصابة إجرامية بالتهديد بالسلاح الأبيض محاولة القتل السرقة الموصوفة تحت جناح الظلام عليك بالله هذا هو الحق ديال داك السيد لو كان صحيح الموضوع هنا ما غنقدروش ندخلو في لي ديتاي ديال الملف لان كتبقى القناعه ديال القاضي من اليقين ان شاف ان هاد التهم الموجهه ليك ما كايناش هادشي علاش ما تحكمتيش بالحبس نافذ لانك كان شاف ان التهم اللي موجهه ليك صحيحه ما غياخذكش فيها الشك غتحكم بالحبس النافذ هنا كتبقى علاش بنا القاضي كتبقى مساله اخرى احنا ما انا ما شفتش الحكم وكتبقى عاوتاني القناعه ديال القاضي لان كانوا عنده شهود في الحكم الاول كانوا فهمتي هنا ما غنقدروش ندخلوا فيها هنا مساله ديال الحكم ربما منصف شيئا مالك لان ما تحكمتيش بحبس نافذ ماشي فحال حماد اللي ضارب 10 سنين ديال الحبس مشهود الزور ولكن المشكل الكبير هنا هو العلاقة اللي كتقول لي ما بين شهود الزور العصابة اللي كتخدم في المحكمة شكون اللي غادي شنو درتي مع هاد شهود الزور انت شهود الزور حاليا عندي أستاذ شكاية ها هي نوريها لكم الشكاية ها هي الشكاية ها هي على شهود الزور على شهود الزور وها الرقم ديال باش تسجلات وباش راها في النيابة العامة وراها الشكاية دارت في 10/5/2021 ومازال إلى حد الآن فين ما سولنا تيقول لك راها في الدراسة مع العلم أنني كنشوف في الشكاية وعلى حساب اللي قريت أنكم ربطوا جميع الملفات اللي فيهم هاد العصابة كاع الملفات اللي لاعبين فيهم أدوار ربطوهم في هاد الشكاية ماشي كاع الملفات بعض الملفات فات اللي فيهم ما يمكن ليناش غادي نتوسطوا لأن نلحقوا الملفات كاملين يعني غير الملفات اللي عرفتوا بماليهم ماشي عرفناهم كاينين الناس هاد السيد هذا ما تنعرفوش يعني حتى لقيتنا المعاناة والسيد الاخر اللي ما حضرش ما تنعرفوش حتى لقيتنا المعاناة يعني حتى كتلقى السيد كيهضر في المحكمة في القهوة ولا في سميتو تقول لك داروا لي شهود الزور شنو عندك ملي كتجي تقلب تتلقى نفس الشهود اللي عندك درتو شكاية جماعية تجمعنا حنايا ودرنا شكاية جماعية وراه دابا راه عمرها تراها دابا عند النيابة العامة راه تنمشي وتقول لك راها في قيد الدراسة احنا ما عندناش مشكل ها هي في الدراسة ولكن تنشوف دوك الملفات وداك الشيء اللي دلينا به احنا ما محتاجينش للشهود باش نقول باش نثبت القضية كنثبتها بنسخ الحكم عليك بالله واحد شاهد في خمسة الملفات ولا عشرة غريب هادشي غير اللي عرفنا احنا يعني باش غادي تلقى شاهد في خمسة الملفات وكاينين هما بعدا اولا وقبل كل شيء انا تنقولها وغنتحمل مسؤوليتي فيها الشهادة ديالهم ما دايزاش في المحكمة تيخصها تطعن
علاش؟ علاش كلهم تحكموا عندهم تصدرات عليهم احكام ديال النصب والاحتيال، احكام قضائيه نافيه. احكام قضائيه نافذه عندنا ما يثبت. منهم راس الحربه، منهم راس الحربه اللي راس الحربه المتهم في ملف تحكم فيه في خنيفره 5 سنين واستانف ونقصت له المحكمه 2 ودوز 3 سنين. تحكم بتمثيل شخصيه في العداله، كان كي ينتحل صفه قاضي، كان يدير صفه قاضي عندهم جابوا صاحبهم صفه قاضي وهما كوسائط لديك صفه قاضي. هاد السيد ملي خرج من الحبس بدا تاني على النصب والاحتيال وانشاء هاد العصابه ديال شهود الزور، واش هذا لاباس عليه؟ هاد السيد هذا النهار الاول ما كاينش لاباس عليه، ولكن الاقدار هادي شاءت الاقدار ولا لاباس عليه ولا ممول. كيفاش تولى لاباس؟ يعني هادي اقدار ولا ولادو خدامين ولا سميتو ولا لاباس عليه ولا صوفا حنا داك الشيء ديال ولادو وعائلته سميتو تيبقى داك الشيء شخصي ما يمكن ليناش ندخلوا ليه فيه، ولكن رزقو هذاك الله يسلمك. الله يسخر عليه، وليداتك ولاو بخير، سير دير حج ودخل سوق راسك. انا اللي كنت اللي سميتو هاد الناس، انا تنوجه واحد النداء للعائلات ديالهم يمشيو يديو هاد الناس الاطباء نفسانيين، راه الا ما اداوش المجتمع ما تيكونوش مرتاحين، راه هذا دا حد ذاته مرض نفساني خصو يتعالج. راه هاد الناس المصدر ديالهم كانه الموقف اللي تنقولوا د الخدامه هو المحكمه، متهنوها قدام المحكمه. دابا تبغي تعرفهم سير قدام المحكمه تعرفهم. يعني انا هذا اللي كنت نزع انا وياه، والله الا استغربت واحد النهار الا عيط ليه واحد القاضي في واحد الجلسه ثلاثه د الملفات ديالو اللي دوز في جلسه واحده. دابا هذيك مهنه عنده حرفه كيجيب بها طرف الخبز، رغم انه ما محتاجش ليها، عنده وليداتو. لا انا ماشي راس الحربه، يدو اليمنى. هذا الثاني، الثاني يدو اليمنى. الى ثلاثه د المرات كان دعوة انا وياه، الى الدعوه ديالي هي الرابعه عيط عليه نط، ما كانش هو عاود عيط نط. حتى واحد الوقيته قال لي سير تجلس، قلت له دير كتعيط للسيد اللي كان اللي عندي معاه مشكل، اللي عندي معاه مشكل. قال لي سير جلس حتى تسمع سميتك وتبسم. يعني راه شتي القضاء وما غاديش شتي المشكل ديالنا حنايا، حنا ما تنوجهوش التهم الاصابع اتهام لشي واحد في القضاء. نقدر نقول لك القضاء راه خاض الطريق، ولكن شكون كيخرجوا من السكه؟ تيخرجوا الشهود الزور. اييه دابا القضاء كيمشي بالملفات اللي عنده، لان شهود الزور فهما كاينين في الدستور انك تاخذ بالشهود، ولكن انت باش غتعرفهم كقاضي واش هذاك شاهد زور ولا لا؟ فهمتي؟ الا دليتو نتوما بحال دابا مثلا كتقول لي عندهم سوابق عدليه، ملي كيكون واقف في المحكمه راه طبيعه الحال كتدلي سوابق عدليه اللي كطعن في ذاك الشهاده ديالو. هذه من جهه، ومن جهه اخرى كنبغي نوجه رساله لابنه من يسمونه رئيس الحربه. فعلم وصلني من الاخوان هي ان السيده كتدافع على باها بالسماته، حقك هذاك انك تدافعي على باك، ولكن ماشي على ظهر وحدين اخرين اللي كيتظلموا من وراء باك، من وراء الملفات ديال باك، من وراء التلفيق ديال باك. كنتمنى انك ديري حد للمعاملات ديال باك مع الناس وللنصب ديال باك على الناس، بدل من انك تبقي تدافعي عليه. هذه رساله
رغم ان اي واحد راه كيبغي يشوف باه احسن واحد وكيشوف باه انه راه مزيان والله يعمرها دار وديما مظلوم، ولكن ماشي فحال هكاك. ملي كنكثروا من الملفات خصنا إعادة النظر، نشوفوا اشنو اللي واقع خلف الكواليس، رغم انني متاكد انك عارفه شنو اللي واقع خلف الكواليس. ما تكونش ما يكونش الزمان وانتي وباك والعصابة ديالو كتظلموا في الناس. هو كيظلم الناس على ود الفلوس وانتي كتدافعي على باك لانه باك، ولكن في الدفاع ديالك ظلم للناس حتى انتي مشاركة معاه في الجريمة. أعزائي المشاهدين، سمعنا الكثير في هذه العصابة، بقى مازال عند سي طوموش ما يقول. سي بوعزة، شنو بغيتي تقول لي على هذه الشكاية؟ هذا الشيء كامل اللي بغيت نقول لك أستاذ، حنايا تنعيشوا حنا والعائلات ديالنا خوف ورعب. فحالاش؟ فحالاش ولينا تيخافوا تنخرجوا إلا ما دخلناش في الوقيتة بكري تيخافوا علينا، ولاو عائلتنا تيخافوا في الزنقة، ولينا تنتهددوا في الزنقة، ولينا تنتهددوا. ها انت من بعد الشكاية اللي درنا، أنا شخصيا مشيت للنيابة العامة ومشيت للبوليس ملي عمرت كنطلب منهم نتعتقل. علاش؟ علاش؟ لأن ما السجين عنده حرمات، ما كاينش اللي يقدر يتهمك، كاينش اللي يقدر يقيسك، وانا بغيت نعيش تحت هاد الحرمات، يعني الزنقه الحريه ما بقتش عندي. وليتي خايف اي لحظه كاينه تهمه. وليت خايف اي لحظه كاينه التهمه. وحاليا تفاجئنا بواحد السيده وكاينه في الشكايه اللي درنا، دارت بينا شكايه بان قريسيناها وسرقناها بالطوموبيل وعيدنا لها. شكون نتوما؟ حنايا هما الاشخاص اللي دايرين نيت نفس الشكايه. انا شخصيا وامادي عبد القادر ورزوقي عبد العزيز، زروقي عبد العزيز ياك حتى هو، لان ما تنعرفش راه ما تنعرفش الكنيتو، راه عالم وعانات اللي لقاتنا، مازال هذا تنعرفو يبنوا المنطقه. درت بكم شكايه، علاش دافعين هاد دائما مدفوعه من طرف هاد الناس؟ انا اللي غادي نقول واحد اللفظ، هاد شهود الزور وهاد الناس اللي كيدعيو راسهم ضحايا كيتشراو كيداروا بهم دور فيلم. كاين شريك غتجي تقول تكريسيت تمشي فحال ودير شكايه وتمشي تعمر عند البوليس ودوز مره وحده عند القاضي، وغندير انا محامي ونتبع المجرايا. وكيدير شهود الزور، وهاد الناس كلهم داعيه عليهم جوج الحالات. شنو هما؟ حالات خطيره الله يكون في العوان، الجهل والفقر. يستغلوا هما هاد الجهل والفقر ديالهم. اذا دابا هاد السيده ناضت، دارت بكم شكايه مجرد انكم نتوما طعنتوا في شهود الزور. انت طعنتي في شهود الزور، سي طعن في شهود الزور، والاخ الاخر اللي ما جاش حتى هو طعن في شهود الزور، رغم انكم ما كتعرفوش بعضياتكم، الا انها دارت لكم شكايه وحده انكم قريسيتوها اختطفتوها ديتوا ليها الفلوس. يعني دابا هاد الناس داروا الفيلم الاول افلام، راه درت ربما درت افلام ومشاو فيها الناس الابرياء للحبس، ابرياء للحبس. واللي يعني اللي تنقولوا عصيتيني غربك، باش غربك غربك. هي جابت شهود على هادشي اللي وقع ليها؟ هي جابت شهود، ولكن شنو وقع؟ شهود والله اعلم، بزقي ما طلعت على اقوال ديالهم، ولكن ما خادوش المسار اللي بغات هي. تراجعوا في الشهاده؟ الشهود لا، ماشي تراجعوا، الشهود تيقولوا
بانما حنا تنعرفوا لا ضحايا لا ضحيه لا الناس متهمين. حنا جا عندنا راس الحربه واليد اليمنى وعندنا ما يثبت مسجلينهم مسجلين عندنا تسجيلات ما يثبت بان داك الشيء كانوا كيدرسوه في واحد المقهى. ها انت غتقولوا ها انت غتقولوا كل واحد تيوريو ليه الدور ديالو كيقريوه تيقريوه بالدور ديالو. ودابا راه حنايا ان شاء الله البوليس قالوا لنا نهار اثنين اجيو باش نعمروا لكم باش نسيفطوا الملف ديالكم للنيابه العامه. وكنتمنوا الله نطيحوا في يدي امينه ونطيحوا في الناس شفافين. وهذوك الناس من اللي قراوهم مشاو شهدوا ولا ما مشاوش؟ شهدوا ولكن ما شهدوش اباء شهدوا بانما ما تيعرفوش شهدوا ضدهم كانهم شهدوا ضدهم ما تيعرفوش هما الضحيه ولا المتهمون. تيعرفوا راس الحربه ويدو اليمنى ديالو هما اللي جاوا عندنا قالوا غواونا بالطمع بغاو يستغلوا الظرف ديالنا وحنا ما غاديش نستغلوا لهم. إذن هنا شهود اللي عندهم ضمير اللي ما بغاوش يمشيو معاهم في المسار. اعزائي المشاهدين كيف سمعتوا معنا رغم اننا طولنا عليكم شويه فاسمحوا لنا الا ان هذه القصه فهي قصه هي موضوع وحديث ساعه عند الخنيفريين. عصابه شهود الزور كل شيء ولا خايف على راسه يدير شي حاجه يتخاصم مع شي حد يمشي ليه عند العصابه ديال شهود الزور يعطي شويه الفلوس كيجيو يلفقوا ليه تهمه بشهود زور. فرغم اننا سجلنا مع ثلاثه الناس دابا والرابع هو حمادي اللي دائما مع نفس العصابه اللي كدير شهود زور الا اننا تلقينا الهاتف ديال عدد كبير ديال الناس اللي ما استطعناش اننا نديروا معاهم دي رونديفو. حنا هنا في خنيفره غادي نضربوا لهم موعد وغنرجعوا عندهم باش نفضحوا هاد العصابه اللي كتدي الناس ظلما وعدوانا للسجن. كنتمناو هاد الفيديو وصل للمسؤولين ودق هاد ناقوس الخطر اللي كيهدد السلامه ديال الناس الابرياء. وكنتمناو ان النيابه العامه تدخل بحزم وبقوه في هاد الملف خاصه ملف حمادي اللي مشى ظلما وعدوانا بعشر سنين ديال الحبس. كنتمناو إعادة النظر كنتمناو النقد من اللي يرجع بشكل اللي غيرد ليه الاعتبار ديالو ويحاسب هاد الناس اللي شهدوا بالزور خاصة أن عندهم ملفات عديدة في شهادات الزور ديالهم ودائما ما كيتبادلوا الأدوار كما قلت. إلا جينا نحصيو الهاتف اللي كيوصلنا من اللي دخلنا الخنيفرة ربما واحد 15 ولا 20 ديال الناس اللي كتكلم غير على عصابة شهود الزور والمشاكل والعائلات اللي تشتات والناس اللي مشات للحبس وهما أبرياء. أعزائي المشاهدين كنضربوا لكم موعد مرة أخرى في القريب العاجل في مدينة خنيفرة لفضح هذه العصابة والمحاسبة ديالها. كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير وراء الكاميرا عبد القادر عفاف. إلى اللقاء.